مع كتاب المنهاج، ونحن على مشارف الانتهاء منه بفضل من ربنا ونعم في الربع الأخير، ونحن الآن في كتاب الأيمان والنذور. ننتهي الأيمان الآن إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يشكر لكم الصبر والمثابرة على مجالس العلم. رفع الله مقامكم وأحسن إليكم ويسر عليكم أمركم، اللهم أمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث، يعني أقسم أن لا يتكلم، يعني زيد قام فأقسم أن لا يتكلم فقرأ قرآنا، فقرأ قرآنا أو سبح تسبيحا، نعم، فإنه لا يحنث. لما؟ لأنه ليس من الكلام في العرف، من كلام الآدميين، لأنه لو أقسم أن لا يتكلم فينصرف ذلك على كلام الآدميين. نعم. أو أقسم يعني لا يكلمه فسلم عليه حنث، لأن السلام نوع كلام، لأن السلام نوع كلام، وإن كتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا، لأن الإشارة والمراسلة ليست كلاما، وهذا الجديد، أما القديم فلا، القديم يرى أن هذا كلام. عليكم السلام. أن أشار بيده أن يجلس، لأن الاسم لا يتناول الإشارة. قال الله تعالى عن مريم أنها قالت: فلن أكلم اليوم إنسية، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ هنا هي قالت: لن أكلم اليوم إنسية، وأشارت إليه، فدل ذلك عن إشارة ليست كلاما. وسواء أشار الناطق أو الأخرس، وإنما جعلنا إشارته كنطقه في المعاملات للضرورة. وأما في المذهب القديم والجديد هو المعتمد، المذهب القديم الإشارة من الكلام، الإشارة من الكلام، ولذلك نقول في الجديد أيضا أنه لو كتب إليها برسالة أنت طالق، أو كتب فرق امرأة طالق، يحتاج إلى النية حتى نقول بأن الطلاق يقع في هذا الباب. فقال الله تعالى: آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وأيضا في قول الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فهذا كله جعل إلا هنا الاستثناء الأصل فيه أنه استثناء متصل، الاستثناء الأصل فيه أنه استثناء متصل، فيكون هنا إلا رمزا، يعني إلا إشارة، والإشارة هنا صارت من الكلام، وإن كان الجديد هو الأقوى في ذلك. والاستثناء هنا استثناء منقطع. آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام لكن رمزا، يعني لكن تشير إليهم لك ذلك، هذا استثناء منقطع وليس متصل. قال: ولو قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث، يعني هو الأصل أنه ما قصد إفهامه، وإلا تبطل صلاته لو قصد إفهامه. قصد الآية فالآية يفهم منها ما يريد، فهنا هو لا يكلمه، لم يكلمه، إذن لا يحنث، وإن قصد بطلت الصلاة كما قلنا، هو يخرج منها ويحنث أيضا لأنه قصد ذلك. قال فصل: أو لا مال له، يعني أقسم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله إليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولو أقسم قال: والله لا مال لي، إذن قال أقسم لا مال له حنث بكل نوع، وإن قل حتى ثوب بدني، يعني لو قال لا مال له وهو يلبس ثيابا، هذه الثياب مال، فيكون القسم هنا يحنث به، يحنث به. عليكم السلام وبركاته. لصدق الاسم عليه ومدبر، يعني لو ملك مدبر فإنه يملك مالا، ومعلق عتقه بصفة وما وصى به، لأنه كل ذلك يكون في ملكه ويعد مالا، فإذا يحنث بهذا القسم. ودين حال، أي على مليء مقر، لأنه متى شاء أخذه فهو كالوديعة عنده. قال: وكذا مؤجل في الأصح، لأنه ثابت في الزمة فيصح الإبراء منه. والثاني المانع، لأن المالية موصوفة بموجود
ولا موجود هنا، وسواء كان الذي عليه الدين موسرا أو معسرا على الصحيح لثبوت المال في الذمة. الثاني له وجه، لأنه قال أقسم أنه لا مال له، يعني لا مال حاضر، والمال الدين هو مال في الذمة، هو مال في الذمة. نعم، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم. قال لا مكاتبة في الأصح، لأن المكاتب قد خرج عن ذمته وله ذمة مستقلة. نعم، والثاني نعم، لأنه عبد ما بقي عليه الدرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم، والأول أصح لأنه له تصرفات مستقلة له. قال أو لا يضربنه، فالبر أي بالكسر الباء بما يسمى ضربا، يعني أقسم لا يضرب فلان. أو لا يبر بوضع اليد عليه ورفعها، يعني لو وضع يده قال والله لا أضربن عمرا، فوضع يده على رأسه ونزعها، فهذا ليس بضرب، إذن يحنس. لكن لو ضربه ولو ضربا خفيفا حنس، لأنه لم يحنس لأنه ضرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا أهلا وسهلا. ولا يشترط، قال ولا يشترط إيلام، إذا لو قال أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا، لكن وضع اليد والنزع ليس ضربا. إلا قال ولا يشترط إيلام، يعني لا شرط الضرب الإيلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يشترط إيلام، لأنه يقال ضربه ولم يؤلمه، في أيضا وجه أنه يشترط. قال إلا أن يقول ضربا شديدا، فإن قال ضربا شديدا فهذا تنصيص على القسم أنه لا يكون إلا بوقوع الوصف الصحيح وهو الضرب الشديد. نعم، الذي يحدث به الإيلام. قال وليس وضع صوت عليه وعض وخنق ونتف شعر، يعني كل ذلك ما كل ما قال به ليس بضرب، ليس بضرب، يعني عض وخنق ونتف شعر ليس ضربا، حتى لو وضع الصوت عليه دون أن يضربه به ليس ضربا. نعم، إذن يحنث بذلك. قيل ولا لطم ووكز، الوكز والدفع، لأنه لا يسمى ضربة عادة، لكن حقا اللطم يسمى ضرب، يعني حتى أعرف هنا بأن اللطم لو صفع على وجهه يسمى ضرب. قال أو لا يضربنه، يعني أقسم لا يضربنه 100 صوت أو خشبة، فشد 100 وضربه بها ضربة أو بأثقال العرجون اللي فيه 100 شمروخ، بأثقال عليه 100 شمراخ، بر إن علم إصابة الكل، يعني وقال أقسم لا يضربنه 100 صوت وفي والأثقال فيها 100 شمراخ فضربه، فإنه لا يحنث بذلك. وأصل هذا هو الآية، قال الله جل في علا واضرب بيدك ضغصا ولا تحنث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هيا أهلا وأهلا وسهلا يا سيدنا رمضان. فالآية أثبتت أنه لا يحنث، ولأن الضرب الماء قد حصل، لكن الخشبة بعيد عنها، وخذ بيدك ضغصا، وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث، وهي دلالة على أنه لم يحنث بذلك. جزاكم الله خير. لكن لو أقسم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، يعني لو أقسم أن يضربه 100 صوت، نعم، لو أقسم أن يضربه 100 صوت وضربه بإسكال، فالإسكال لا يبر بذلك، لأنه لا ينزل مزيد 100 صوت، ولأنها أخشاب وليست سياطا. قال المصنف قلت ولا شك في إصابة الجميع، بر على النص، والله تعالى أعلى وأعلم، عملا بالظاهر وهو الإصابة. هناك قول مخرج أنه لا يبر، كما قلنا التفريق بين الصوت وبين الأثقال هذا ظاهر، لأن هذا خشب وهو قال بالصياط. أو أقسم لا يضربنه 100 مرة، لم يبر بهذا قطعا، لأنه ما ضرب إلا مرة واحدة حتى لو كان الأثقال فيه 100 شمراخ. قال فصل ولو قال، يعني أقسم لا أفارقك،
حتى أستوفي يعني حقي، فيعني سأكون ملازما لك ملازمة تامة حتى أخذ حقي، كما كان يقول اليهود يعني لا تستطيع أن تأخذ منهم شيئا إلا بشدة الملازمة، كما قال الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت عليه قائما. فهرب منه، فهرب ولم يمكنه اتباعه، لم يحنث، لأنه أقسم على فعل نفسي ما أقسم على فعل الآخر. قال المصنف: قلت صحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه، والله أعلم، لأنه أيضا مش من فعل نفسي، لأنه لما أقسم أقسم على فعل نفسي، فيؤخذ على فعل نفسي لا على فعل غيري. ومن الأصحاب من أطلق تخريجه على القولين: إكراه لحصول المفارقة من غير اختياري، ولو فارقه بإذنه فالأصح لحنث، والمراد بالمفارقة ما يقطع خيار المجلس. قال: وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكان مشيئين أو أبرعه أو احتال على غريم ثم فارقه أفلس، ففارقه ليوسر حنث، فكل هذا حنث. إن فارقه أو وقف حتى ذهب هذا كله يحنث لوجود المفارقة، وكان مشيئين أو أبرعه حنث لوجود أيضا المفارقة بالإيش؟ بالإبراء، ولأنه فوت البر باختياره، أو احتال على غريم ثم فارقه، وهذه يعني الحوالة، وإذا قلنا بأنها استفاء فليس استفاء حقيقة وإنما هي كالاستفاء في الحكم، وأما في الأخيرة فوجود المفارقة، وإن كان تركه واجبا كما لو قال لا أصلي الفرض، لو ترك واجبا قال لا أصلي الفرض فصلى، فإنه يحنث بذلك. لكن لابد أن تعلم أن هذه المسألة فيها ضابط آخر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقسم، من حلف، من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه، وأما كفارة اليمين عليه ففيها نظر. قال: وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث، لأن الرداء لا تمنع الاستفاء، والملازمة الاستفاء، فقد استوفى فلا يحنث. وإلا أي وإن كان غير جنس حقه، بأن كان حقه دراهم فخرج المأخوذ نحاسا أو مغشوشا حنث، عالم بالحال وفي غيره، أو جاهل يعني إن أخذ وحسب أن هذا حقه فوجد غير حقه، إن أخذ عالما بأنه ليس حقه حنث، وإن لم يعلم يعني جهل فقولان. الأصح لا يحنث، أو أقسم لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث، نعم، لأنه كان في إمكان الفعل ولم يفعل، لأنه فوت البر باختياري، فإن لم يتمكن فقول فقولا حنث المكره، فقول حنث المكره يعني على قولين. ويحمل على قاضي البلد، فإن عزل فالبر بالرفع إلى الثاني يعني القاضي الثاني. قال: أو إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض، يعني أقسم لا 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 يوصلن هذه الأمانة إلى القاضي، أي قاضي يغني عنه يكفيه لصدق الاسم عليه، أو إلى القاضي فلان فرآه ثم عزل، فإنه ما دام قاضيا حنث، وإن أمكنه رفعه إليه فتركه لتفويته البر باختياره، وإلا أي وإن لم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو جاء إلى باب القاضي فحجب فكمكره عليه قولا يعني، والأصح لا حنث فيه، رفع عمات الخطأ ونسيانه ومستقره عليه. وإن لم ينوي برفع النهي بعد عزله لتعلق العين، لتعلقه بالعين نفسها، وذكر القضاء أو ذكر القضاء له تعريفا له، ولو أطلق في الأصح البر أو البر آسف أيضا برفع بعد عزله. قال: وإن لم ينوي بر برفع النهي بعد عزله، يعني وإن كان القاضي قد عزل فيكون الثاني قد حقق ما أقسم عليه. ولو كان في البلد قاضيان يستقل كل منهما بجملة البلد كفى الرفع إلى أحدهما، فإن انفرد كل جانب
فهل يقال انه يتعين الجانب الذي فيه صاحب المنكر ام يخرج على الخلاف في ان المعتبر يخرج على الخلاف في ان المعتبر رفع الى القاضي حاله الحلف او حاله رؤيه المنكر فيه نظر؟ والصحيح الاول لانه تعين. لو اقسم لا يرفع المنكر هذا للقاضي عبيد تعين له. وقيل بأنه لا يتعين أي قاد يستلم لأنه المقصود هو منع هذه المنكر الموجود. قال فصل، هذا آخر فصل في النذر فضل في الأيمان فضل الله جل وعلا. قال فصل، حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره أو بوكالة أو ولاية. حلف أن هذا بيع وشراء حتى لو كان لنفسه، فيصدق عليه أنه باع واشترى، ولا يحنث بعقد وكيله له. لماذا؟ لأنه لم يفعل أو لا يزوج، أقسم لا يزوج أحدا أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب، فوكل من فعل ذلك لا يحنث. يعني هناك من زوج، هناك من أضرب، من أطلق، من أعتق، هناك من ضرب، إذن هذا الوكيل يغنيه وهو لا يحنث لأنه ليس من فعله. قال إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره، أي فإنه يحنث بالتوكيل فيما ذكر عملا بإرادته. أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له، لأن النكاح يرجع إليه والوكيل لا ينزل منزلته هنا. فالوكيل في مسألة النكاح ومسألة العقد سفير محض، لهذا يجب أن يقول زوجتك موكلي فلان وفلان. نعم. ولهذا تجب تسمية الموكل لا بقبوله هو لغيره، لأنه لم ينكح أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث. وكذا إذا أذن الحاكم لحجر أو امتناع لصدق اسم الاسم البيع عليه، هو قال أقسم أن لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه، حنث بذلك لأنه بائع، أو بإذن الحاكم، يعني الحاكم وكله وقال له بيع مال زيد إجبارا لأنه بخس الحقوق مثلا أو هذا حق عليه لم يخرجه، فهذا يكون بيع أيضا. وإلا فلا، أيوة إن باع من غير إذن فلا حنث لفساد البيع، أنه طبعا لو باع بغير إذن هذا بيع الفضولي. إحنا قلنا أن التصرف الفضولي لا صح. قال أولا يهب، أو أقسم يعني لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث. لما؟ لأن الهبة لا تكون هبة إلا بتمام القبض، فإن لم يقبض لم يكن عقد الهبة قد تم، والحنث على تمام عقد الهبة، والحنث على تمام عقد الهبة. قال وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح، لأن الهبة كما قلنا تملك بالقبض، والثاني يحسن أن الهبة قد حصلت ومتخلف الملك، لو هذا ضعيف. الصحيح الهبة لا تكون هبة إلا بالقبض. قال ويحنث بعمرة ورقبة وصدقة. لما يحنث؟ يعني هو أقسم لا يهب. لما يحنث؟ لأن العمرة والرقبة خلاص ملك مستديم يدخل فيها المواريث على الراجح الصحيح. وصدقة عن صدقة التطوع لأنها نوع خاصة من الربا، أما الوريبة فلا يحنث بها في الأصح إلا بالملك. قال لا إعارة، إذ لا تمليك فيها، والمعنى أن الإعارة لا تنزل مزية الربا إذن لا يحنث. ووصية، لأنها تمليك بعد الموت والميت لا يحنث. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. قال لا إعارة ووصية ووقف، لأن الوقف لا يملك، الوقف يكون ملك لله جل في علاه فلا يحنث. أو أقسم لا يتصدق، لم يحنث بهبة في الأصح، لأن الهبة غير الصدقة، كل صدقة هبة ولا عكس. وقيل يحنث لأن في الغالب الصدقة تنزل منزلة الهبة والهبة تنزل منزلة الصدقة، والأول أصح. قال أو أقسم لا يأكل طعاما اشتراه زيد، لم يحنث بما اشتراه مع غيره، أي مشاعا
لأن كل جزء فيه اشترى زيد صدق فيه، بل اشترى عمرو. يعني الاحتمال وارد أن ما أكله أن يكون ما اشتراه عمرو لا ما اشتراه زيد، فلما اعتراه الاحتمال ولم يكن فصل في الاحتمالية قلنا إذن لا يحنث. وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح، قال ويحنث بما طعام في الأصح مقابله لا لصدق الاسم عليه أنه أكل من من اشترى من ما اشتراه، والأول أصح. قال ويحنث بما اشتراه سلما، ويحنث بما اشتراه سلما. لما؟ لأن السلم أيضا بيع وشراء، السلم شراء. ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله، لأن الاحتمالية واردة. وقلنا الاحتمالية لا توجب حكما. قال أو أقسم لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بالشفعة. لما؟ لأنه ليس بشراء. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمة من كتاب الأيمان، وانتقل المصنف على ذلك إلى كتاب النذور. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. نحن مشارف الانتهاء ولله الحمد والمنه.